بداية في فئة التاريخ مع بطرس هذه المرة. بطرس، خلي التاريخ يكتب اسمك في برنامج فالك طيب. إن شاء الله سويها. إن شاء الله يا ابن السحبة المشهورة هذه من بطرس صارت بسيطة. اسحب الساعة. الساعة معليش سامحني يا بطرس، يعني هي كذا اللعبة والله. بطرس أين أنت يا بطرس؟ هذا كنت رح حلها صراحة. أنت كل مرة حجة. لا كل مرة تقول لي والله حليتها بس ما جاني الدور. لا هي عن جد أكثر والله؟ حليتها؟ واحد عليك، آسف يا بطرس. ثالث مرة تجيك، الثالثة ثابتة، أعطيني حرف أحلها. أحلها وأخلصكم. بطرس ايضا من لبنان، وبطرس شغال في مجال المبيعات مشاهدينا، صح؟ صح يا مرحبا فيك. يا انا شغال بشركه شحن. حلو. انا متخرج من الجامعه من 4 سنين تقريبا، ومن وقتها عم بشتغل بهالشركه مع فرع المبيعات. مره حلو. طيب ما شاء الله اهل لبنان الرياضيين تحديدا معروفين بالباسكتبول. مزبوط. صح من فتره وصلنا على كاس العالم، كاس اسيا لكره السله بس للاسف ما أخذناها. ما في مشكلة، ولكن ما شاء الله إنجازات معروفة للفريق اللبناني في الباسكتبول، وأنت ما شاء الله ممارس لهذه الرياضة. مزبوط. أوكي حلو ممتاز. يقولوا عندك يعني حوادث كثير. إذا لم يعد ومد، ساعة منخار، ساعة من كسر سني، الله وكيلك. يعني رياضة فيها ريسك يعني عطول. عطول. أوكي ممتاز، بس أهم شيء أنك سليم. الحمد لله، يعني جاينا سليم، صار سليم. ممتاز. مهتم في علوم الطيران بطرس فالك طيب إن شاء الله من لبنان. هلا وسهلا. 100 ريال حرف التاء. تاء 2 تاء 200 ريال لك يا بطرس. أماكن الفئة هي الأماكن. إيش يا ترى هذا المكان اللي على الشاشة؟ ميتين وخمسين حرف النون. النون ما في ولا نون. يلا يا همسة. خمسمية حرف الحاء. حاء صح. 2 حاء 1000 ريال لك. بطرس خايف تحليها. لا همسة، يلا يا همسة ما عندك وقت. أنا حليت نصها. يلا إن شاء الله ما شاء الله عليك. خمسمية الله يحميك يا همسة، الله يحميك إن شاء الله. حرف الباء. الباء صح. 2 باء 1000 ريال ثانية لك. ها همسة إيش نقول؟ عندك 2000 ريال. يلا بعد يعني فلاس بعدي. 300 ريال حرف العين. عين 2 عين 600 ريال لك. برافو كملي. 5 300 ولا 100 ريال. غلطة. حرف الألف. شاطر بعشرة. راحت عليك. الألف تشتريها فادي. وصلت. ها؟ راح أرباحها. لا بس دقيقة، أنت سويت حركة حلوة. أيوة كده. أيوة وصلت. يلا وصلت يا فادي. يلا راح اربحها قال فادي. 100 ريال يا فادي. راء 100 ريال لك. فادي ما عاد فيه على الشاشة إلا حروف مساعدة. بجاوب. جاوبها. محل بيع الحلويات العربية. بالعافية عليك. صح صحيح، هي 100 ريال كسبتها في هذه الجولة يا فادي، ولكن خسرت المتصدرة 2600 ريال، فيعني أنت كده اكتفيت شر الصدارة من همسة، لأنه لو راحت ب 2600 كنا رحنا ايش يجيبها دحين ما شاء الله. يلا بطرس أين أنت يا بطرس؟
هذا كنت راح حله صراحه بس اي انت كل مره حجه لا لا كل مره تقول لي والله حليتها بس ما جاني الدور لا هي عن جد اكثر والله حليتها يلا خير ان شاء الله هتحليها كذا نعم انت كنت الاول على الصف دائما ولا نعم والله صحيح حبوكي كانوا صحباتك في نعم اكيد اكيد يلا اوكي ماشي زوروني كل سنه مره يا سلام عليك يلا حلف العجله حزيد ألف والحرف بالرقم هذا اوكي جاهز نفسك يلا كل حرف ب 1150 همسه ميم اثنين ميم 2300 عندك اجابتك في ثلاث ثواني اقوال وامثال نون لا اجابه هادي نون واحده نون صح 1150 في رصيدك عين اجابه في ثلاث ثواني نبغى حرف واجابه بطرس لام لام ما في للاسف همسه سين سين واحده سين 1150 ريال برصيدك اجابتك في ثلاث ثواني ما عندك ابدا لا. فادي كاف كاف ما في بطرس راء واحده راء 1150 ما في اجابه اقوال وامثال همسه تاء تاء واحده تاء نزيدك 1150 صار عندك 4600 لا ما عندي اجابه ما عندك اجابه فادي دال دال ما في بطرس فاء فاء ما في همسه خاء واحده خاء ما خاب من استشار ما خاب من استشار وما خاب من يلعب معاك فزتي يا سلام أعطيتها هي على طبق من ذهب. Yes. لا تقول الإجابة إلا وأنت عارف يا فادي خسرت للأسف 1150 بطرس أنا آسف خسرت 1150 5750 نزيدها على رصيدك يا همسة الرصيد الكلي عند المشتركين 1100 يا فادي ألف مبروك يعطيك العافية نورتنا شرفتنا أهلا وسهلا فيك شرفنا بوجودك بطرس ما كسبت معنا ولا شيء ولكن إحنا من عندنا هدية بنعطيك اشتراك لمدة سنة من شاهد في اي بي شكرا واسفين لا ما في مشكله لعبه لعبه وابتسامتك الجميله وروحك الحلوه في الاستوديو والاهم شكرا لك يا بطرس